صدق أو لا تصدق، وجبة الفطار بتاعتك هتساعدك في تسميد التربة ونمو نباتاتك. أهلا بكم. على الرغم من إن من المتعارف عليه بين هواة الزراعة إن قشر البيض مفيد في عملية التسميد، لكن طرق تحضيره وبأي شكل بنجهزه للنبات في خلاف كبير عليه. هتلاقي فيه فيديوهات كتيرة لتحضيره، كل فيديو بيعلي طريقته على التاني، وده اللي ممكن يخليك تتشتت وممكن تستخدمه بشكل خاطئ. احنا بنتكلم من سماد هنصنعه من المطبخ، الهدف منه الحصول على الكالسيوم. احنا عايزين نوصل لافضل طريقة تخلي النبات يستفيد من الكالسيوم اللي فيه قشر البيض، هو هدفه. لكن هنوضح كل الطرق بمميزاتها وعيوبها في فيديو واحد قبل ما نتعرف على أفضل الطرق، وكمان حضراتكم تقدروا تحكموا وتشوفوا الأفضل. ده اللي هنعرفه من خلال الإجابة على كل الأسئلة اللي ممكن تدور في ذهن حضراتكم، زي هل قشر البيض مغذي فعلا للنبات ولا لا؟ طب لو هو كده إزاي نصنع سماد قشر البيض؟ وإزاي نستعمله لنباتاتنا؟ وهل ممكن إن إحنا نخزنه للاستخدام فترات طويلة؟ وهل هو مناسب لكل النباتات؟ وهل ممكن نستعمله بشكل واحد ولا بأشكال كتيرة؟ وإيه هي الطريقة الأفضل لاستخدامه؟ وفوائد تانية لقشر البيض في حياتنا اليومية. التفاصيل مع قناة زراعة سهلة، وياريت لو كنت أول مرة تشوف فيديوهاتنا، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة، وما تنساش اللايك والشير. الهدف زي ما قلنا هو الحصول على الكالسيوم اللي موجود بنسبة عالية ونقية جدا في قشر البيض، بتصل إلى 90 أو 95%، والنسبة الباقية هي بتكون عبارة عن مجموعة من العناصر المفيدة للنبات اللي مفيدة للتربة نفسها، زي الحديد والفوسفار والفوسفور والبوتاسيوم وغيره. لكن المكون الأساسي لقشر البيض هو كربونات الكالسيوم. طيب احنا عايزين الكالسيوم بس اللي موجود في البيض، مش عايزين الكربونات. ليه؟ بدون الدخول في تفاصيل كتيرة، المكون الرئيسي للتركيب الكيميائي لقشر البيض هو كربونات الكالسيوم، وده نوع من الحجر الجيري ومتعرف عليه، بنقول عليه ان هو بودرة البلاط. اضافة كربونات الكالسيوم اللي هو قشر البيض مباشرة بنحطه للتربة بيعمل على خفض حموضة التربة وارتفاع القلوية، وده معناه ان قدرة النبات على امتصاص بعض العناصر المهمة له بتكون ضعيفة. الكربونات معنى كده ان هي مش مفيدة للتربة لانها بترفع نسبة القلوية فيها، وهو هنا الخلاف في طرق تحضير. معنى كده ان الطريقة الافضل هي اللي بتحقق لي حاجتين، ان احنا نتخلص من الكربونات، وايه شكل السماد طبيعته، هل هو بودرة، هل هو سائل، هل ايه شكله، عشان النبات يسهل عليه امتصاصه. العاملين دول هم الاساس في تفضيل طريقة على التانية. احنا هنعرض هنا كل طريقة لتحضيره وفوائدها وعيوبها، وحضراتكم كده تقدروا تتعرفوا على الطريقة الافضل. نكمل الفيديو للاخر عشان نعرف الطريقة الافضل. اول حاجة، قشر البيض زي ما هو كده بدون تكسير، ممكن نستخدمه باشكال مختلفة. اول حاجة، لو عندي قشر البيض زي ده بنستخدمه في صرف المية الزايدة في التربة. ازاي؟ ان احنا لو معانا قصيص زي ده، القصيص زي ما انتم شايفين ان هو لازم يكون فيه خرام عشان يصرف، بناخده وبنحطه زي ما هو في القصيص على الخرام، يبقى ده شكل من اشكال استخدامه بالشكل اللي هو شكله من غير اي شيء. طب ايه ده؟ هيغذي بالشكل ده؟ ممكن يغذي النبات؟ لا، الاجابة لا طبعا. بس هو بيستخدم على اساس ان احنا دايما بنحط حصى، الحصى اللي موجود ده ميزته ان وزنه اقل، وده بيخفف من وزن قصيص النبات.
ممكن نستخدم قشرة بيض كأواني لزراعة البذور في بداياتها إزاي؟ لما نحط التربة في مثلا بتكون قشرة البيض دي كاملة بنستخدمها كوعاء، بنحط فيها بنحط فيها التربة، وده بيساعد على نمو البذرة بسرعة. بنحط فيها بذرة صغيرة، بعد كده بنقيد القصيص وبنكسر القشرة. يبقى دي ممكن فايدة من الفوائد ان هو البيض اللي نحطه فيه. لو انت عندك جنينة مش بتزرع في البلكون او الاسطح، في قطط بتيجي تدمر حاجة، ممكن تتخلص منها ازاي؟ ان انت بتستخدم البيض ده بنرشه مثلا بنرشه في الجنينة، بحيث ان القطة لو جات مرت عليه بيتكسر تحتها، ده بيخوفها وبيوجعها وما بتجيش تاني. معنى كده ان القشرة دي وقاية، يعني هي وقاية للنبات، بتحميه لكن مش بتغذيه. السؤال، هل استخدام قشر البيض بالاشكال اللي احنا قلناها دي من غير تكسير بيحقق الهدفين اللي احنا ذكرناهم؟ الإجابة لا، مفيش تغذية للنبات في الحالات دي خالص. طب لو كسرنا البيض بطريقة تانية، مسكنا البيض وكسرناه بالشكل ده، بناخده بس بايدي كده بنكسره، طبعا بنكسره بالشكل ده زي ما قلنا، ده بعد ما نجففه، سواء التجفيف ممكن يكون في الشمس او في الظل او في اي شيء، بنكسره وبنوزعه على النبات. يعني لو عندي نبات زي ده كده، فبنمسك قشر البيض وبنبدا نوزع على الحواف بتاع القصيص، ده مثال كده زي ده كده، وزعنا احنا قشر البيض عليه. السؤال بقى، هل هو مفيد للنبات بالشكل ده؟ لا طبعا. فين استفادة النبات منه؟ والقشر ده، عشان القشر ده اللي موجود ده عشان يتحلل محتاج سنين، ومش ممكن مية الرية تحله. يعني احنا بنروي مية الرية دي ما تحلوش، ومش ممكن النبات يمتص الكالسيوم بالصورة دي اللي احنا شايفينها. عشان كده لازم من تحويله لصورة مبسطة علشان النبات يقدر يمصه بسهولة. يبقى ده العيب. طيب ليه فيه ناس بتقدمه وبتستخدمه بالشكل ده؟ اكيد له فايدة. ايه هي؟ هو بالشكل ده بيكون طارد لاي حشرات، بتبعده عن الزارة، زي الرخويات والقواقع دي اللي بتكون في الجناين. ورش مسحوق قشر البيض الخشن ده حوالين النبات بيخلصنا من الافات تماما. معنى كده انه بالشكل ده برضه يبقى للوقاية مش للتجزية. وكمان له فايدة تانية، انه بيدينا شكل جمالي في الزرع. طيب دي شكل، لو احنا جينا ده خلصنا اذا. طب لو احنا قشرنا وطحنا القشر في الخلاط وكان بقى بالشكل ده، نستخدمه ازاي؟ هنيجي ناخد المسحوق برضو، ولو عندي زرع زي ده بناخد كمية صغيرة منه زي دي كده، وبنرشها على الزرع. شوف حضرتك، كمية بسيطة جدا وبنرشها على الزرع ده بالشكل ده. بعدين بنقلبه مع التربة، ونستخدمه بالصورة دي كل شهرين، لانه بيكون صعب ان هو يتحلل. يعني برضو ما بيحققش اللي احنا عايزينه، انه يدي الافادة مباشرة للنبات. ممكن كمان نستخدمه بالشكل ده اللي هو المطحون كبودرة، بنستخدمه كسماد طبيعي اللي هو الكمبوست، بنضيفه عليه لتحسين الانتاج وتخصيب التربة. وده طبعا بياخد وقت كتير ان هو بيتحلل. بنلاحظ ان العمليات دي القش خد مراحل البيضة كاملة. ازاي؟ خدنا الاول استخدمناه كبيضة كاملة، وقلنا طريقة استخدامه ازاي، وبعدين كسرناها بس
بيكون تكسير خشن وبعدين طحناه. ودي الطرق اللي قلنا هنقولها بمزاياها وعيوبها. لكن ايه هي الطريقة الافضل لتحضير سماد الكالسيوم من قشر البيض في البيت؟ تابع الفيديو للآخر، وياريت لو كنت أول مرة تشوف فيديوهاتنا، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في فيديوهات من فيديوهات القناة، وما تنساش اللايك والشير. هنقوم بتحميص قشر البيض حوالي 4 بيضات في الظل أو الشمس أو في أو في فرن البوتاجاز في البيت. وده في بعض الناس بتفضله على أساس إن هو مع التسكين بيحصل عملية تفكك لتكوينات القشر. نطحن القشر لحد ما يبقى بودرة ناعمة زي دي، بنحطها في وعاء، نحطها في أي شيء وعاء، ونحط عليها 1/2 كوباية خل. نحطها هنا كده، وهنجيب 1/2 كوباية خل دخل. وبنضيفه على العبوة، بتضيفه على العبوة. هنا بنلاحظ يبدأ يحصل عملية التفاعل ما بين الخل وقشر البيض. التفاعل اللي حضراتكم شايفينه ده لو واضح شوية أو بيبدأ ممكن يستمر يوم كامل أو أكتر بالشكل ده. والتفاعل ده هو أهم شيء في العملية، لأن هو اللي بيساعد على تفكك مكونات القشرة وفصل الكربونات عن الكالسيوم. ولما الفقاعات دي بتقف معناها إن المحلول أصبح جاهز واكتمل وتكون محلول اللي هو فوسفات الكالسيوم. بنصفي بعد كده المحلول ونضيف معلقة منه على 1 لتر مية ونروي به الزرع كل أسبوعية. بنبص على الفقاعات بتكون زي ما حضرتك شايفين العملية. بكده بتكون بالشكل ده سهلة الامتصاص وبدون أي آثار جانبية، لأننا اتخلصنا من الكربونات اللي بتفضل تحت كده زي ما هو باين، بتفضل بعد كده بتترسب تحت وبتضاف على طول للنبات اللي بيستفيد منها مباشرة، بناخد على طول بنرو. بتعتبر دي من أهم تحضيرات قش البيض للنبات غير التحضيرات اللي احنا ذكرناها وفاتت. ليه دي أفضل طريقة؟ لأن هي الطريقة الوحيدة اللي تخلصنا فيها من الكربونات اللي هي راسية تحت، والمحلول ده يصبح في الآخر كالسيوم خالص. بكده تجنبنا الأثر السيء لقشور البيض، وممكن الرواسب دي نستخدمها اللي موجودة دي نستخدمها بعد كده في الكمبوست. دي الطريقة اللي حققت لنا الشرطين اللي احنا قلناهم في الأول: سهولة امتصاص النبات وعدم رفع قلوية التربة للنبات لما اتخلصنا من الكربونات اللي موجودة والنبات بيستفيد منها مباشرة. ممكن كمان ان احنا نستفيد من مياه السلق بتاع البيض في ري النبات، وده لما نحط حوالي 3 معالق خل كبار برضو وقت سلق البيض، وبنضيف مية سلق البيض بعد ما بتبرد على 3 لتر مية ونروي بها الزرع. وممكن نضيف عليها كمان ملح انجليزي، فبالتالي بندعبه فيه بالبوتاسيوم، بوتاسيوم وكالسيوم. ونخلي بالنا بعد ما شفنا طرق تحضيره، الاعتماد على قشر البيض لوحده كسماد من غير اضافه اي اسمده عضويه او كومبوست مش كافي لتلبيه احتياجات النبات. في النهايه بيكون اللي توفر عندنا بس من العمليه دي عنصر واحد هو الكالسيوم.
كمان إضافة قش البيض على طول إن إحنا نضيف بشرة زي ما إحنا قلنا في الأول بمؤشر كده للنبات هي طريقة خطأ للاستخدام ومش هتفيد النبات. لاحظ كمان إحنا لما تكلمنا عن قشرة البيض وهي كاملة ما قلناش كل قد إيه، لأنها بتاخد وبتستمر فترة طويلة، ولما عملناها بودرة قلنا شهر. لما إحنا أصبح عندي بودرة اللي هي عملناها دي بودرة بس قبل تبقى سائل قلنا شهر، ولما بقى سائل زي بالشكل ده قلنا ان احنا ممكن نعمله كل اسبوعين نروي بيه، وممكن خلطها بالتربه برضو وقت التدليك. كده وصلنا للكالسيوم اللي هو بعد اللي هيتحل لنا بعد العمليه. ايه بقى فائدته للنبات الكالسيوم ده؟ دوره مهم جدا في عمليه البناء الضوئي، بيحافظ على الازهار والثمار، بيقلل من سميه بعض العناصر زي المغنيسيوم والصوديوم، برضه بيعمل على بناء البروتينات ونقل الكربوهيدرات في النبات، بيزيد من قدرة النبات على تحمل درجات الحرارة العالية جدا أو السقيع يعني التفاوت فيه، بيقاوم بعض أمراض النبات زي مرض العفن الزهري. طب إيه اللي يخليني أقول إن النبات محتاج لكالسيوم؟ يعني إيه أعراض نقص الكالسيوم في النبات؟ بصفة عامة بنلاقي ضعف فيه، الضعف في النبات نفسه. يعني مثلا احنا عندنا طبعا النبات مش بيكون ضعيف، اوراقه دي بتبقى هزيله، جفاف البراعم اللي بتنمي، اطراف النبات بتبدا تتحرق وتدي لون اللي هو بيكون بني غامق، الاوراق الجديده دي بتبقى صفراء، وظهور بعض الامراض عن الثمار. في الحاله دي يبقى هو بينقصه كالسيوم ولابد من التحضير بالطريقه الاخيره اللي احنا قلناها. طيب كده خلصنا فايدة قشر البيض للنبات. طيب ايه رأيكم بقى ان نشوف فوائد تانية لقشر البيض؟ زي ما انا شايفين كده بيعالج تهيج الجلد والحساسية والحك. قشر البيض المطحون ناعم بنضيف عليه خل التفاح ونقلبه ونحطهم على المكان المصاب على الجلد، بنستخدمه في المصارف في البيت، يعني لو فيه حاجة مكتومة الحوض أو كده القشر المطحون بنجيبه ونصبه عليه مية سخنة بتمنع تكوين أي مواد صلبة. بنستعمله كمادة بتلمع بها أوان المطبخ، لما نحطها مع الصابون السائل بتزيد البقع. بنستعمل القشر البيض لتبييض الملابس البيضة ونتخلص من اللون الجامد اللي ممكن يكون فيه، نحط شوية قشر في قماشة قطن كده ونربطها ونحطها في الغسالة. بيستخدم لتنظيف الأواني والمزهريات والتحف، بيستخدم لعلاج بعض مشاكل البشرة. قشر البيض بنحطه مع بياض البيض ونحطه على البشرة ونسيبه لحد ما يجف، وبعد كده بنغسله بمية فترة. كده نكون وفينا كل حاجة عن سماد قشر البيض. وفي الختام أرجو إن يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، وأتمنى أن أكون قدمت إضافة نفع للي شرفني بمشاهدة الفيديو للآخر. أنتظر من حضراتكم أي أسئلة أو استفسارات أو أي استفسار حوالين الفيديو، وموعدنا الفيديو القادم بإذن الله. ولو استفدت من الفيديو ما تبخلش علينا بلايك وبشير، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس أو دوس سبسكرايب من على يمين الشاشة يدخلك على القناة على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.